السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. تسببت موجة الحرب الدائرة في محافظة الحديدة بين الجيش وميليشيات الحوثي إلى نزوح الآلاف من أبناء المحافظة إلى محافظات أخرى، حيث كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف عن نزوح أكثر من 5000 أسرة من مدينة الحديدة منذ مطلع شهر يونيو الجاري. ومع استمرار الحرب في المدينة، لا يزال النزوح يهدد حياة آلاف الأسر في المحافظة التي لا تزال تشهد اشتباكات عنيفة من وقت إلى آخر، في وقت تشهد فيه المدينة غيابا شبه كلي لدور المنظمات الأممية هناك. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: دور الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة في معالجة أوضاع النازحين والمهجرين، وأسباب وعوائق عدم وصول المواد الإغاثية للنازحين في المدينة. نتابع هذا التقرير. لا غرابة إن غادر هؤلاء بأيديهم وقلوبهم الفارغة إن كانوا لا يملكون سواها، لا يحملون شيئا سوى أرواحهم والأمل في النجاة، ثياب يرتدونها وأغطية يعتقدون أنها قد تقيهم ما يعرفون أنهم ملاقوه في رحلتهم المجهولة. هذا حال سكان مدينة الحديدة وهم يجبرون على النزوح هربا من الموت وحيدين وبلا وجهة. رحلة نزوح لا تقل خطورة عن البقاء، وفي كليهما موت محدق ومصير مجهول. لكنها الحرب حيث لا خيارات ولا فرصة للتفكير، حال اضطرت لمواجهته 5100 أسرة نزحت من مدينة الحديدة منذ مطلع الشهر الجاري فقط بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة. شأتتين بنينا نزحنا احنا وياهم، ما زكاكو احنا من هناك اول الحديدة مزني مالي اللي بكلاهم قطعي واللي بكلاهم زيدي اثنين، وانا ذاني مغالب الله على اللي هناك فليني وذاني لحول لي ولا قوة نرقد وحنا نبكي ونقوم احنا نبكي. تكاليف باهظة تتطلبها رحلة النجاة هذه، وعناء تستقر بعده الأسر متوزعة إن نجت من غارات التحالف. فمنهم من استقر في القرى المحيطة بالمدينة، وأغلبيتهم اتجهوا لصنعاء وإب. يقول ناشطون إن بعض الأسر اضطرت للتسول وأكل أوراق الشجر، خاصة وأن أغلبهم لا يملكون مقومات النزوح ويعتمدون في خططهم على الدعم الإنساني الذي تقدمه المنظمات الإنسانية الدولية. روحنا محل الإيواء، حصلنا الناس مليان هناك، ما قدرنا نجلس، والناس في الحوش رامين نفسهم هناك، ما صعبت خلي أطفالي هناك. هاني أحد النازحين وحاله كأغلبهم ممن وصلوا لهذه المدرسة في الجزء الغربي من صنعاء، والتي لا تستوعب العدد الكبير للنازحين ولا تتوفر فيها الضروريات للحياة، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن أماكن للسكن ولو دفعوا ضعف إيجارها بسبب الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار الشقق بصنعاء، فضلا عن معاناة توفير الطعام وباقي احتياجاتهم الأساسية. حرب وخذلان، معاناة تضاف لأخرى، فلا مدخرات ولا أعمال ولا من يتحمل مسؤوليته الأخلاقية تجاه أزمة إنسانية مخيفة بهذا الحجم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع ريم البطاح، إعلامية وناشطة في محافظة الحديدة. مرحبا بك ريم. ألو ريم البطاح، هل تسمعينني؟ ربما. ألو. أيوة مرحبا ريم، أهلا بك معنا في زوايا الحدث. بداية ريم، صفي لنا أوضاع السكان في محافظة الحديدة مع قرب الاشتباكات في أحياء المدينة ونزوح السكان منها. ريم هل تسمعينني؟ طيب، إلى أن تجهز الاتصالات بالإعلامية والناشطة الحقوقية ريم البطاح، بالتأكيد نحن اليوم خصصنا هذه الحلقة عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها محافظة الحديدة مع تقدم القوات الحكومية في محافظة الحديدة وتطهير مطار الحديدة وبدء الاشتباكات مع ميليشيات الحوثي في هذه المدينة. بدأ الناس يخافون من الحرب، و
اتجهوا إلى النزوح، منهم من نزح إلى خارج المدينة، منهم من اتجه إلى صنعاء، ومنهم من اتجه إلى محافظة إب، لكنهم يمرون في ظروف صعبة لأن هناك لا توجد أماكن لاستقبال النازحين ولا إيواء النازحين إلا من بعض المدارس التي تم تجهيزها من قبل بعض المنظمات العاملة في هذا الجانب، ولكنها غير كافية وغير صالحة أيضا لاستقبال هذا العدد الكبير من النازحين في محافظة الحديدة. ومع المناشدات الكبيرة من قبل الأمم المتحدة لتجنيب المحافظة الحرب وتسليمها للأمم المتحدة، إلا أن ميليشيات الحوثي لا زالت تتحفظ على عدم تسليم المحافظة سلميا للأمم المتحدة رغم المساعي الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة من قبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن جريفيث، الذي التقى بالأمس بالرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن، ومن ثم اتجه إلى مسقط للقاء وفد ميليشيات الحوثي علهم يصلوا إلى صفقة لتسليم محافظة الحديدة ومينائها ومطارها للحكومة الشرعية وللأمم المتحدة لتجنيب المدينة المزيد من الدماء والمزيد من الدمار. لكن للأسف الشديد أيضا الميليشيات الحوثي بمجرد أن وصلت القوات الحكومية إلى مطار الحديدة بدأت بحفر الخنادق، بدأت بالاعتلاء في معظم المباني في الأحياء السكنية في الحديدة، واتخاذ البشر والسكان دروعا بشرية لهذه الحرب. وكما يقول مراقبون بأن الميليشيا تتعمد إلى تحويل مدينة الحديدة إلى حرب شوارع. ريم، عادت ريم الآن؟ طيب، مثلما تحدثنا أيضا هناك أيضا ربما قصور واضح من قبل التحالف العربي، من قبل الحكومة الشرعية في توفير أيضا أماكن للنازحين الهاربين والفارين من الحرب في مدينة الحديدة في المحافظات المحررة كمحافظة عدن أو لاحج أو أبين، لأن الجميع ينادي لابد أن يستقبل النازحين في هذه المحافظات وتوفير الأجواء الصحية والأجواء السكنية الخاصة بهؤلاء النازحين، لأنهم ما ذنب هؤلاء الناس أن يشردوا من هذه المحافظة. يجب على الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية والتحالف العربي توفير مساكن وأيضا ملاجئ آمنة لهؤلاء السكان الذين يفرون من الحرب بسبب احتدامها وتعنت ميليشيات الحوثي التي لا تأبه للسكان ولا تأبه لحياة الناس. إذن إلى أن تجهز الاتصالات مشاهدينا الكرام نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم. إذن تنضم إلينا الإعلامية والناشطة ريم البطاح من الحديدة. مساء الخير ريم. مساء الخير أخي العزيز، كذلك مساء الخير للمشاهدين الكرام. مرحبا بك ريم. صفي لنا الوضع في الحديدة مع اشتداد المعارك والاشتباكات في الحديدة بمطار الحديدة ومينائها وأيضا على مشارف مدينة الحديدة ونزوح معظم سكان الحديدة. حقيقة الوضع الإنساني داخل محافظة الحديدة أستطيع وصفه بالمأساوي. يعرف الكثير المستوى الاقتصادي والمعيشي لأبناء هذه المحافظة حتى ما قبل الحرب. الأغلبية من أبنائها يعيشون على الدخل اليومي وكذلك أغلبية لا بأس بها، تعتمد على التوظيف سواء في القطاع الحكومي والخاص. طبعا جميعهم فقدوا هذا العمل منذ بدء عملية تحرير المحافظة، مما زاد وضعهم تعاسة. طبعا ما فاقم الوضع أيضا هو إغلاق مكاتب المنظمات الإغاثية التي باتت العديد من الأسر تعتمد على مساعدتها كمدخل ومصدر رزق أساسي لهم. المدينة شهدت شلل كبير في حركتها منذ ما يقارب الشهر. وضع المدينة هذه الأيام مقلق، خاصة مع ترقب الناس لعملية عسكرية من التحالف. كذلك هنالك حالة من الاستنفار والاستعداد التي يقوم بها الطرف الآخر بالنزاع المتواجد داخل المحافظة. طبعا تعرفون أيضا أن البقاء داخل المدينة يعتبر تحدي صعب جدا نظرا لانقطاع الماء والكهرباء وكذلك الوضع الأمني والعسكري المقلق. أصوات المدافع والصواريخ شكلت رعب إضافي وحالة من الهلع في أوسط سكان المدينة، مما اضطر الكثير منهم للنزوح. نعم،
النازحين ريم الذين نزحوا الآن، من خلال متابعتك لملف النازحين، هل يعني تم استيعابهم؟ ما هي يعني الأماكن التي تم تجهيزها لهم؟ إلى أين يذهب الناس من الحديدة؟ طبعا الصعوبات شديدة جدا التي واجهها من قرر النزوح. طبعا اضطر الكثير من أبناء محافظة الحديدة للنزوح، مع أن العمليات العسكرية لا تزال على أطراف المدينة، لكن حالة الهلع التي أصابتهم نظرا للظروف الإنسانية داخل المحافظة والتخوف ربما من انقطاع الخدمات وتعرضهم للقصف العشوائي أو تكرار سيناريوهات ما حدث في المحافظات التي دخلت في نطاق العمليات العسكرية. طبعا أقلية بسيطة استطاعت توفير ملاجئ لأسرتها، الأغلبية ظلوا مشردين، تحركوا لا يعلمون إلى أين سيتوجهون. حقيقة المؤسف في الأمر أنهم تلقوا العديد من الوعود، سواء من منظمات أو من ناشطين، سواء بالتكفل بإيوائهم أو توفير ملاجئ واحتياجات لهم، لكنها للأسف وعود بائسة. عدا يعني أنشطة بسيطة وبجهود ذاتية قام بها بعض الخيرين من أبناء المحافظات كصنعاء مثلا. نعم، طيب ابقي معي ريم ونشرك معنا في الحديث أيضا من الحديدة منسق الإغاثة بالمحافظة الأستاذ عادل مكرشب. مساء الخير أستاذ عادل، أو من عدن. نعم، مرحبا بك أستاذ عادل. أهلا بك أستاذ عادل. حياك الله أستاذ عادل. مرحبا بك. أنتم كمسؤولين على يعني الجانب الإغاثي في محافظة الحديدة، الآن عملية عسكرية بقيادة التحالف العربي والحكومة الشرعية لتحرير مدينة الحديدة، الناس ينزحون من الحديدة هربا من الحرب وخوفا من يعني دخول المدينة في حرب شوارع ويتجهون إلى خارج محافظة الحديدة، ما هو الدور الذي أنتم الآن وفرتوه لمن يفرون من الحديدة؟ أولا أتقدم أخي العزيز بالشكر الجزيل لقناتكم وللأخوة العاملين في القناة. أخي العزيز، نعم، نقوم بإقبال العشرات والأطفال حين قلت من التي تنزح من تحديدة جراء القيام العسكرية العربية بتنفيذ. استاذ عادل، انا اكلمك الان. نعم، من الوسط. نعم استاذ عادل، اعتذر من هناك اشكاليه في الصوت، سنعود بك الاتصال مره اخرى. اسمح لي ان اعود للاخت ريم البطاح. اخت ريم، سؤال اخير فقط الان، في يعني مع الوضع الصعب الذي وصفتيه في الحديده ونزوح الناس وقلق الناس وتخوف الناس من دخول الحديده في يعني حرب شوارع وحصار او قصف او ما شابه ذلك، الخيارات الآن التي باتت أمام أبناء محافظة الحديدة للنزوح أو الهروب من الحديدة إلى أين؟ وبرأيك هل هناك من سيوفر لهم على الأقل الأماكن والملاجئ يعني السكنية، أم هم يذهبون إلى المجهول؟ حقيقة للأسف لا أعتقد، لأن النازحين وجدوا خذلان كبير، كل الوعود السابقة كانت وعود يائسة. بعضهم مشردين في المدارس، مشردين في الشوارع، لا يجدون مكان لإيوائهم، لا يجدون أدنى مساعدات أو مقوم للحياة هناك. طبعا صعوبة البقاء كما ذكرت سابقا يعتبر تحدي صعب لمن قرر ذلك، نظرا للوضع الاقتصادي المتردي وتوقف مصادر الدخل لدى العديد من الأسر هنا. كذلك توقف المساعدات التي كانت تصل من المنظمات الإغاثية، كذلك الوضع الأمني والعسكري المقلق. الناس لا تعرف معنى كلمة حرب، معنى دخول، تعرف جيدا يعني معنى كلمة حرب، معنى دخول المدينة في خطوط الاشتباكات، ومما سيؤول إليه الوضع لاحقا. مع ذلك البعض منهم لا يملك خيار آخر سوى البقاء، سيتجرعون مرارة هذا البقاء نظرا لرؤيتهم لما آل إليه وضع النازحين. للأسف بعض الأسر أيضا متخوفة من ترك منازلها خوفا من عمليات النهب والسرقة وغيرها، كذلك خوفا من استغلال خروجهم وتحويل منازلهم واملاكهم لمتارس وربما سكنات عسكرية. نعم، شكرا لك يا الإعلامية والناشطة ريم البطاح، كنت معنا من الحديدة. وعودة إلى عدن مع منسق الإغاثة في محافظة الحديدة الأستاذ عادل مكرشب. تسمعني الآن بوضوح أستاذ عادل؟ أيوة نعم أخي العزيز. مرحبا بك أستاذ عادل. الآن كنت قد سألتك يعني في البداية، ما الذي وفرتموه لمن يذهبون أو يغادرون محافظة الحديدة بسبب الحرب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، نحن الآن نعمل سويا كلجان مشتركة مع الأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي والأخوة في مركز الملك سلمان ومع العديد من المنظمات الإنسانية التي تعمل هنا في عدن تحت قيادة وإشراف السلطة المحلية لمحافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر محافظ محافظة الحديدة. أكلمك من مخيم مدينة الخضراء الذي قمنا بإنشائه على عجالة والذي بدأت الآن الأسر تتوافد إليه عبر لجان الاستقبال المخصصة لاستقبال الإخوة النازحين في محافظة. نعم. المأوى والإغاثة الإيوائية من مساء تؤوي الأخوة النازحين وتوفير المستلزمات ومتطلبات المكوث في المخيم من نعم. أستاذ عادل، مشكلة حقيقة في الاتصالات، لا ندري ما هي الأسباب. مع الأستاذ عادل من عدن، مسؤول الإغاثة بالمحافظة، مثل ما ذكر الأستاذ عادل يقول بأن هناك تجهيزات أولية للنازحين في محافظة عدن من قبل السلطة المحلية بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي والتحالف العربي في عدن لاستقبال النازحين، لكن أيضا هناك شكاوى كبيرة بأن النازحين من محافظة الحديدة لا يستطيعون الوصول إلى هذه المحافظات المحررة، إما بسبب النقاط التي يعني عملتها ميليشيات الحوثي وتمنع الناس من مغادرة الحديدة، أو تلك أو عدم أيضا الأمان في الطرق المؤدية إلى محافظة عدن ولاحج وأبين التي هي تعتبر محررة. هناك من الناس من غادر باتجاه المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء وفي إب، لكن كما تابعنا وشاهدنا بأن هناك قصور كبير جدا في ترتيب أوضاع هؤلاء النازحين، وشاهدنا أيضا في التقرير والصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير من الناس من الأسر ينامون على الأرصفة وخارج هذه وعلى الشوارع على الأرصفة ومنتظرين علهم يحصلون على مكان لاستقبالهم. هناك جهود فعلا بتبذل من بعض المنظمات الإغاثية، من بعض الناشطين، من بعض المبادرات الشبابية، وهي مبادرات بسيطة جدا لا يعني تتواءم مع حجم النازحين الذين نزحوا من محافظة الحديدة، ولا زال الأمر مرشح بالتزايد بسبب استمرار الحرب وقلق الناس من أن تتحول محافظة الحديدة كما حصل للمحافظة التي تحررت كعدن أو تعز أو غيرها من المحافظات. وهناك أيضا على الطرف الآخر بعض الأسر يعني ترفض مغادرة منازلها وتستسلم للأمر الواقع خوفا على ما تملكه أو خوفا من الذهاب إلى المجهول وعدم الحصول على أماكن تستقبلهم ويعني تستر سوءتهم. إذن مشاهدينا الكرام، ربما هناك إشكالية في الاتصالات، نعتذر لكم على هذه على هذا الخلل الخارج عن إرادتنا. كنا نتمنى أن يكون معنا يعني مسؤول الإغاثة ويضعنا بصورة مفصلة عن ما جهزوه وما سيعدوه للنازحين في المحافظات المحررة، لكن للأسف لم نتمكن من سماعه بصورة جيدة. شكرا لكم على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميلة شروق القاسمي، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.